السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبر وان التعليمية. نواصل دائما مع دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم سيكون كتابة جميع حروف اللغة الفرنسية في فيديو واحد كمرجعية للأخذ بمقاييس الحروف، وش من حرف تكتب في السطر الأول، السطر الثاني، السطر الثالث. إذا نبدأ على بركة الله، بالطبع ستكون الكتابة هي كورسيف، l'écriture en cursif. إذا نبدأ بتقسيم الحروف إلى قسمين، عندنا الماجيسكيل هما الحروف الكبار، والمينيسكيل هما الحروف الصغار. إذا نبدأ بالمينيسكيل. مينيسكيل. إذا نبدأ بالحروف مينيسكيل. الحروف مينيسكيل نقسموها على ثلاثة. إذا عندنا نديرو سطر هكذا باش تفهموا أكثر. أغلب الحروف تكتب في السطر الأول. نبدأ بالحرف الأول اللي هو أ. هذو قاعد يتكتبوا في السطر الأول فقط. عندنا حرف سي، أ، إي، أم، أن، أو، أغ، أس، U. هنا أيضا حرف V. عندنا W. عندنا X. عندنا هذه الحروف يتكتبوا في السطر الأول. إذا وين نكتبوهم؟ نكتبوهم ما بين السطر الأول، هذا السطر الرئيسي والسطر الأول. إذا في هذا المجال فقط، ما نخرجوش من المجال هذا، مفهوم؟ الآن نروحوا إلى الفئة الثانية، الفئة الثانية هما اللي يتكتبوا في الخط الثاني فقط، هما حرفين، عندنا حرف دي مثل الأ، ونوصل الخط إلى الخط الثاني دي، وعندنا تي. إذا هذو وين نكتبوهم؟ نكتبوهم الخط الرئيسي هنا، الخط الأول، الخط الثاني، يوصل الخط الثاني فقط، مفهوم؟ إذا الآن نروحوا للمجموعة الأخرى، نديروا خط. الفئة الأخرى هي التي تكتب في الخط الثالث، تصل حتى الخط الثالث، دائما مع المينسكيل فقط. عندنا حرف أش، شوفوا نبدأ من الخط الأول هنا، أش، عندنا كا، عندنا ال، عندنا ثلاثة عفوا أيضا حرف البي، بي، إذا عندنا البي، أش، والكا، والال، هذو يتكتبوا إلى الخط الثالث، سما نكتبوا السطر الرئيسي، الأول، الثاني، الثالث، يتكتبوا حتى الخط الثالث. عندنا الفئة الرابعة والأخيرة هي اللي تكتب وين؟ أسفل، نكتبوها للأسفل إلى السطر الثاني، مثل عندنا حرف
جي نهبط إلى الخط الثاني فقط أنصات. عندنا حرف الجي الثاني أيضا يتشابه في النطق. عندنا حرف البي، البي مثل بابا. وعندنا حرف كي. عندنا هذو أربع حروف. عندنا إغراك، وعندنا حرف الزد. عندنا هذا الحروف يتكتبوا أسفل الخط بسطرين، فهم؟ عندنا حرف واحد فقط اللي يشترك ما بين المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة اللي هو حرف الأف. الأف يصعد إلى السطر الثالث مثل هذه المجموعة، وينزل إلى الأسفل مثل هذه المجموعة. أف خليته ما بين المجموعتين، فهم؟ إذا عندنا ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى تكتب ما بين السطر الرئيسي والسطر الأول، المجموعة الثانية تكتب على السطر الثاني في الأعلى، المجموعة الثالثة تكتب في السطر الثالث من الأعلى، والمجموعة الرابعة تكتب من السطر الأسفل بسطرين. الآن نمر للماجيسكول، دائما مع الكورسيف نروحو دركا للماجيسكول. إذا ماجيسكول نمر الآن للماجيسكول. الماجيسكول كل الحروف تبدأ من السطر الثالث إلى السطر الرئيسي، إلا ثلاث حروف فقط اللي تنزل إلى الأسفل بسطرين. نبدأ مع أول حرف اللي هو حرف أ. أ ب C D E F جي. عندنا هذا الحرف اللي ينزل بسطرين إلى الأسفل، حرف جي. أش إي جي. أنا أيضا حرف جي ينزل بسطرين، كا ال M N O P Q R
أس. تي. يو. في. دبليو. X Y Z. وعندنا هذا الحرف أيضا Y ينزل بسطرين إلى الأسفل، مفهوم؟ إذا ركزوا مع الكتابة أكثر من النطق واكثر من لي سيلاب، لازم نركزوا على الكتابه لانها تاخذ من التلميذ وقت كبير. نغتنم هذه الفرصه، راهي عطله طويله جدا الان، باقي لنا اكثر حوالي شهرين من عطله، نغتنم على الاقل الكتابه، يتمكن الكتابه في اللغه العربيه كتابه وقراءه، ويتمكن ايضا من اللغه الفرنسيه في الكتابه على الاقل، في الكتابه على الاقل على طريقه كورسيف. كورسيف هو اللي مطالب بكتابتها، اما سكريبت فمطالب بقراءتها فقط بنسبه كبيره جدا، مفهوم؟ الى هنا يكون خلص معنا الفيديو تاعنا لنهار اليوم، اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.